التحكيم منهم يا استاذ احمد؟ يعني بص يعني من وجهه نظركم، دايما بلاقي بلاحظ يعني استاذ مصطفى دايما بيتكلم على التحكيم تحديدا بالذات. لا يعني بص حضرتك، في الوارد في التحكيم مثلا وارد جدا ان يبقى فيه اخطاء، وارد جدا صح. كل الحكام في العالم يعني. لكن هو الفكره الحكم ما بيخطئ بيكون متعمد او غير متعمد خطاه. فيعني الواحد بيتمنى ان الفتره الجايه الامور تنضبط بشكل افضل من كده، لان نادي الزمالك مش هيبني الكره المصريه لوحده، ولا اتحاد الكره، ولا النادي الاهلي، ولا بقيه الانديه لوحدها. لازم المنظومه كلها الرياضيه في مصر تجتمع على هدف واحد، مش تجتمع على هدف ان احنا نطلع كاس عالم مره ثالثه في تاريخنا. لا، يجتمع ان يحصل طفرات. ادينا شايفين الدوري السعودي او الدوري الاماراتي او الدوري يعني القطري. يعني الدوريات بره في الخليج ابتدت يحصل تنتظم الامور، اصبح في الحقوق التجاريه والميديا والحاجات دي، اصبح في تسويق افضل. اعتقد ان بنتكلم على حلو علينا كابتن احمد. احنا وانا داخل المجلس يعني اول ما دخلت شفتك انت كنت بدايه خير، الحمد لله. الحمد لله. لا بس انت تستحق اكتر من كده يعني. الحمد لله تفلتنا نجم. لا 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 انت تستحق اكتر من كده، والناس بتحب حضرتك ودي حقيقه يعني. حبيبي كابتن مدحت، هو ايه اللي جاب كابتن مدحت؟ مدحت صوت، تعرفش مدحت صوت الاميريه. عارف. وبعدين نجمنا يعني. لا هو حصل تنسيق بيني وبين كابتن مدحت قبل. والله يمكن يعني الحمد لله فعلا القايمه اللي نجحت فيها نسبه كبيره الزمالك كان بيأيدها. هو هم اللي انا قلت لحضرتك بس دول اللي كان فيه مشكله فيهم، لكن الباقي كله الزمالك انتخب. طيب ارجع لجنه الانديه برضو، يعني دايما الزمالك كان رئيس لجنه الانديه الموسم الماضي، السنه دي برضو هيشتغل على رئاسه لجنه الانديه السنه دي ان شاء الله. ان شاء الله. إن شاء الله. ايه اللي شايف مختلف ممكن السنه دي عن السنه اللي فاتت في لجنه الانديه، ولا هي هتبقى نفس الروز والقوانين ماشيين بيها؟ لا يعني انا متابع للجنه الانديه بشكل كبير. هي في حاجه احنا عايزين نوصل لها ودايما مش عارفين نوصل لها ازاي، فكره رابطه المحترفين. ايوه انا هسالك لسه كنت فيها، لان زي ما حضرتك شفت الجمعيه العموميه عددها كبير جدا، لازم يبتدي يحصل تنظيم بشكل مختلف لتنظيم الكره المصريه. لازم في رابطه محترفين، فيها انديه الدرجه الاولى والثانيه مثلا، والمسابقه تبتدي تدير نفسها زي يعني في نماذج كتير. يعني بص حضرتك احنا عندنا نموذج التركي، وفي نموذج الانجليزي، وفي نموذج السعودي، يعني العالم كله وصل فيه كذا نموذج، بس احنا مشكلتنا في مصر ان احنا مش عارفين نبتدي. صح. يعني احنا بس هي اول طب هي حاجه. رابطه الانديه المحترفين دي بيبقى ناس مش من الانديه كل، يعني تبقى انديه محطه ناس بتشتغل في الحته دي. وهي اللي تدير المسابقه بشكل او باخر. مش هيبقى في اي، شايف ده هيريح الانديه من كل المشاكل مثلا؟ هل ولا هتبقى زي التعامل معاها، هيبقى زي التعامل مع اتحاد الكوره ان هم برضو هنا بيكلوا بمكيالين؟ يعني شايفها هتبقى ازاي؟ هل مسمى فقط مجرد ما يكون انديه رابطه محترفين هيخلي الامور هاديه وسهله ما لازم الرابطه دي برضو تدار بشكل احترافي. يعني لازم يبقى في لجنه تظلمات محترفه، ناس بتقبض من كل الانديه، بيتم اختيارها بالمعين، يعني بتبقى ناس شغاله عند لجنه الانديه دي اللي هي رابطه المحترفين. ايه انا كنت لابس كرافته اهو عشان أيوة. كنت زي الفل، انت اشك واحد، انت اشك المرشحين، مفيش حد فينا كان جايب كرافته. عامل شغل جامد. خلينا نركز هنا بقى يا كابتن حازم.